الهلال السوداني السابق طريق الناجيلي. ان شاء الله الاهلي يحسمها في مباراه اليوم ويحسم الصداره ولمونج انفراد، ولكن قطع على مهلك عليه امامنا اول كوره لمونج وامامنا هون قادم من صفوف فقائل. والنادي الاهلي النهارده طبعا يهمه يحقق الفوز والانتصار، خصوصا في حضور هذه الجماهير الكبيره، عن شخصيه الفوز اللي يحسم كل الامور في هذه المباراه. ادي الاستلام خطير، وادي امامنا هنا وتحركوا دكه البدلاء النهارده فيها العديد من الاسماء والنجوم على راسها طبعا وجود وليد ازار واحمد فتحي منانو، وفرصه كبيره جدا في اللقطه الماضيه، فرصه كبيره بحضور جماهير كبير جدا. انها خطير امامنا هنا، خطير خطير اللاعب زي امامنا هو حمار في اللقطه الماضيه، وأدارة كرة ركنية الخطيرة اللي بتتلعب على طول من اللاعب الخطير رمضان صبحي في اللقطة الماضية، واحدة من الكرات الخطيرة والانفراد بتاع اللاعب أوروبيجوي أمامنا، ولكن خروج رائع محمد الشناوي يطلع ويطمن الجميع على سلامته في اللعب دونكا، والكرة العرضية الخطيرة رمضان في محاولة ورأسية رمضان أمامنا، لكن الكرة تطلع إلى خارج الملعب. رمضان صبحي الذي سجل إفريقيا في 25 مباراة، كان في مباراة الكلاسيكو الأنجولي كان في عام 2000 قوي، محمد علي تمريرة جميلة قوي الكريم نيفيد، ولكن الإقامة والضغط ورياضتي جسم حلو قوي، بلش من فراد ويجنح بالكرة ويعملها حلوة، لكن علي الكرة عشان إيه؟ أن الخطير في هذه اللقطة اللي هو حضراتكم كان في الهلال السوداني وتم التراضي وهون الثورة. شوف الجمهور، شوف الجمهور، الجمهور جمهور الأهلي، جمهور الأهلي، جمهور كبير الأهلي، النصر يطلق حلوة عشان إيه؟ عشان إيه؟ واعملها لعلي معلول، ولكن دايما الأدوار الدفاعية وركنية ركنية ركنية طبعا على الفاصل. تمريرة حلوة قوي من كريم نيفيد، أدي كريم نيفيد أجير اختار بالنادي الأهلي السن في اللقطة الماضية، وأدي أمامنا هنا الرايع مش موجودة غير متداخل وعدى عشان إيه؟ ذكاء ذكاء في اللقطة الماضية كان من قبل رمضان صبحي، أدي رمضان صبحي المعار لمين؟ مع فريق النادي ستوك سيتي اللي هبط طبعا، ستوك سيتي في نهاية الموسم الماضي، لكن انضم لهارتسفيلد وانضمام للأهلي على سبيل العادة. كرة عجائش حتى حلو ازاي؟ حتى بشكل مميز وعملها جميلة من المثبت فاتح في اللقطة الماضية في الأرض كده مع أمريكا، وكذلك هولندا تخللهم بيستعد إن شاء الله لتصفية الأولمبية توقعها بالله، لكن طبعا لابد من المشاركة لأنه ده مقدع نصر الدين فؤاد، كرة من محمد هاني عشان ولكن فين إلى خارج الملعب راسك، وبدأ الشغل أمامنا هو محمد هاني اللي بيقدم موسم رائع الحقيقة، واللي بيقدم شكل ومستوى ثابت في اللقاءات الأخيرة. النادي الأهلي صفقات تمت في الفترة الأخيرة، لكن محبة مع كامل احترام الصفقات أدي أمامنا الضغط والجانب اللاعب صالحي صالحي وناصر ماهر زي روشيما اللاعب مشعل أمامنا عادل على لاعبين كبير في ظل التراكم، وادي كوره ملعوبه من نبات الثوره المتحفز الملتزم على لعيبه النادي الاهلي حتى الان، لكن في خطوره عرضيه معلول وعرضيه محمد هاني والكره اللي توغل فيها اجايين، تمريره الحلوه الحقيقه من الكرات الثابته، علي معلول بيلعب الكره ركنيه لكن يطلع على طول حارس المرمى عبد السلام نتاش، حلوه التسديده قويه من ناصر ماهر، تكتل وتكدس دفاعي متوقع، تحرك جميل قوي من اجايل، لمسه الواحده يا ولد يا ولد، لكن مروان في اللقطه الماضيه والرقابه من اللاعب فاتح في اللقطه الماضيه. كره استداره النادي الاهلي النجم والرمز الكبير والهداف التاريخي للنادي الاهلي في البطولات الافريقيه ب 37 هدف، يليه الماجيك ومحمد ابو تريكه ب 32 وعماد متعب 28 هدف بقى، والقائمه حسام حنية في نسختي العام الماضي والعام قبل الماضي. على طول الكرات العاليه، وادي الاستلام وعمرو السولية، عمرو السولية اللي مسجل في مرمى سيمبا بضربه راس الدوري المصري، كره على طول ملعوبه علي معلول في الكرات العاليه، الصراع تصل الى مروان، دي سبعه حلوه حلوه كوره وتسديده بالناصر ماهر، لكن حلوه حلوه الكوره، بص مروان عاملها وسابها سابها هو عايز يوقفها لكن لا جاي ناصر ماهر في اللقطه الماضيه زي الطلقه في اللقطه الماضيه. ناصر ماهر امامنا هنا اعاره لبتروجيت وايضا الى سموحه وعوده الى بيته، عوده الى القلعه الحمراء، وفرصه ناصر ماهر فرصه المنتخب الجزائري، مروان عاملها حلوه قوي، ادي انطلاقه هنا والسنده والعرضيه علي 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 عملها علي عملها علي ومروان سجل، عملها علي ومروان سجل، ومروان يسجل للنادي الاهلي هنا في هذه اللقطه في هذه اللمسه، وامامنا الهدف الجميل، هدف جميل جميل في اللقطه الماضيه، ثالث اهداف مروان على فكره سجل في مونانا في النسخه الماضيه،
سجل في جيما أبا جيفار، لكن علي معلول انطلق علي وراح علي وسجل مروان، وفرصة الهدف هنا لا تضيع لأن بالفعل علي معلول وصلها له حطها له في حلق المرمى. شوف الهجمة الحلوة للنادي الأهلي، استلام حلو قوي يا ولد. هنا التحرك بتاع رمضان ممتاز، وادي مروان شوف مرر وراح وقطع والكرة ترتطل في المدافع فاتح طالح، لكن وجود مروان في اللقطة الماضية بص أمامنا الإعادة، ضرب في قدم المدافع فاتح طالح هنا في اللقطة الماضية، إذا مروان بمساعدة من طالح يسجل هدف التقدم الأهلاوي من صناعة علي معلول. روعة علي معلول وصل ومرر وسدد الكرة القوية بعرض الملعب وترتطم في قدم مروان، ثم بعد ذلك في فاتح طالح وهدف الافتتاح، هدف فتحة الخير الأهلاوية إن شاء الله في هذه اللقطة، هدف في توقيت رائع رائع رائع، مروان الحاسم في اللقطة الماضية، وعلي معلول دائما وأبدا، علي معلول بيدلع أي مدافع يلعب عليه. شفت عمل ايه في المدافع الجزائري في اللقطة الماضية نصر الدين خوالد، لكن هي من اولها حلوة. شوف اجاي ايه، بص اجاي انت استنى ازاي، وعلي معلول انطلق وتابع بقى، تابع وشوف، اتفرج وشوف ماذا يحدث، واستلام من المهاجم الرائع مروان محسن في فترة عالية قوي يسجل الهدف الثاني في هذه الليلة، وهدف الافريقي بالمناسبة الرابع في 10 لقاءات. ادي الهدف الجميل في الدقيقة 30 عن طريق مروان، ثم الهدف الثاني الرائع استلام واستدارة وفي المرمى، تأتي في مرمى نتاش الأهلي 2 شبيبة الثورة الجزائري لا شيء، شوط أول لعبا ونتيجة، ومروان محسن يقود الأهلي نحو الفوز والانتصار. أنقل كلمة سريعا للزميل مهند الجعلي. مولودية لتدائر أيضا في عام 2011، استلام هنا من جانب أجاي واحد، وكان طبعا سجل متعب وخسر الأهلي بركلات ترجيح، ثم كان اثنين فيما سبق على طول انطلاقة أمامنا هنا، الدخول للاعب البديل خطير، شفناش أي إنذار شوط الأول، لكن لازم يخلي باله كل من أيمن أشرف ورمضان صبحي وعلي معلول ومحمد هاني والسولية. شوف أمامنا أدي حسام عاشور كابتن النادي الأهلي، تعود مرة تانية شبيبة الثورة تحاول العودة للقاء، فوز الأهلي إمكانيات مميزة الحقيقة، تحرك وتميز درجة حرارة وتدخل عنيف الحقيقة في اللقطة الماضية، أدي جمهور الجزائر حاضر في مباراة اليوم. خلي بالك يحيى شريف بكاكشي يلعب كرة عالية في منتهى الخطورة، حمار ولكن إلى خارج الملعب، هجمة خطرة جدا وتحذير شديد اللهجة هنا في اللقطة الماضية، وفرصة شوف كرة ملعوبة هنا بقى، الرقابة والضغط على يحيى شريف، تقدم هنا من جانب لاعب بكاكشي إبراهيم الخليل بكاكشي، وتسديدة من علي تدلع يا علي، وعلي بيدلع الجمهور وبيدلع زملائه، يدي كرة لمروان محسن، كرة الهدف الثالث وكرة الهاتريك لنصر حسين، هذه اللمسة، وشوف كريم يا ولد يا كريم لكن أتت لتلعب في النادي الأهلي واللي منها المصاط الضغوط للفوز والانتصار. علي معلول مازال متألقا في هذه المباراة، النجم التونسي مجموعات مشتعلة، كان قبل هذه الجولة الترجي هو حد، كرة تطلع إلى خارج الملعب بيبو، الأمور كثيرة الحقيقة بمشوار كابتن الخطيب، أمامنا هنا محاولة لكن إلى خارج الملعب 59، خلاص التزام من محمد هادي، التزام من علي معلول، سيطرة من شبيبة الثورة، لكن اللعب كله يعني ما يشكلش خطورة، يعني كرة بلا خطورة غير موجود. أحمد ناجي مدرب حراس المرمى، مرحبا ناصر ماهر يا ولد، يا ناصر ماهر عايزه تبقى اقوى، هي ملعوبه حلوه يا ولد، محمد هاني عامل كره حلوه قوي، وادي عبد السلام نتاش في اللقطه الماضيه، كره ناصر ماهر كانت هتروح زي ما هو عايز، سجل في جيما ابا جيفار وسجل في فيتا وسجل في مرمى الجونه، واحده من الكرات الجميله للاهلي النهارده، ومروان سجل في الدقيقه 30 هدف اول صناعه علي معلول، ومروان في الدقيقه الثانيه، وادي امامنا هنا خطيره الكره الماضيه، والمره دي على طول تصل الى محمد شين، ادي امامنا بنتابع عمرو السوليه يسدد، كره ترتد رمضان امامنا يا ولد، مش متسلل، عدى ولكن شوف القرار ايه في اللقطه الماضيه، ادي امامنا نجم الشوط الثاني رمضان صبحي، نجم شوف
الزقه، شوف الزقه وبص الدوسه وشوف حط جسمه ازاي وعدى وما قننش فيها، ما كانش اناني اداها. ويا ولد على اللمه حسين الشحات عمل ايه؟ حسين الشحات خلى باكاتشي في اللقطه الماضيه يحبو من اجل الوصول للكره، ولكن حسين الشحات